إذا أنت مستأجر بيت في كندا وصاحب البيت يريد يطلعك لأنه يريد يبيع البيت، أو إذا أنت صاحب عقار وعندك مستأجر وتريد تبيع هذا العقار. إذا أنت واحد من هذول الاثنين، شوف هذا الفيديو الأخير، إن شاء الله يكون بمعلومات مفيدة لكم. مرحبا مرة أخرى، معكم نزار عجيلي، مستشار عقارات مرخص في كندا، ودائما أسوي لكم فيديوهات، وأتمنى أن تتابعون هذه الفيديوهات، وإذا عندكم أي أسئلة واستفسارات يمكن توصلون وياي بشكل مباشر. وصلتني كثير من اتصالات من أصحاب عقارات يريدون يبيعوها، لأنه يريدون يستغلون طبعا الزيادة الكبيرة اللي صارت في أسعار العقارات. ووصلتني أيضا اتصالات من مستأجرين يريدون يستفسرون أنه شو الإجراء الصحيح لما يجيهم يعني أمر الإخلاء من صاحب السكن فقط لأنه هو يريد يبيع البيت. فبهذا الفيديو حبيت أناقش هذه السيناريوهات وأعطيكم بعض المعلومات عن هذا الموضوع. أصدقائي، لازم أول شيء نعرف أنه بيع البيت هو ليس سبب لإخلاء المستأجر. حتى إذا كان عقد الإيجار منتهي، يعني الشخص عنده كان عقد إيجار مثلا قبل سنة، ولكن طالما المستأجر باقي في البيت ويدفع لك إيجار، فأنت معناته العقد الأصلي تم تجديده بصورة تلقائية. حتى لو أنت ما وقعت عقد جديد مع المستأجر، القانون في كندا العقد الأصلي يبقى نافذ ويتحول إلى شهري طالما المستأجر دا يدفع لك إيجار وأنت تستلم إيجار من المستأجر، تمام؟ فإحنا كلنا متفقين على هذه النقطة حاليا. نجي على أسباب الإخلاء. ممكن طبعا صاحب البيت يخلي المستأجر لأنه هو يريد ينتقل للبيت، لكن إذا هو كان مستثمر مثلا وعنده بيت ثاني، فبالتأكيد لا يمكن أن يستخدم هذا السبب، لأنه هو ما راح ينتقل بصورة حقيقية للبيت. لكن إذا مثلا صاحب البيت كذب ونطال نوتس للمستأجر على أساس أنه هو راح ينتقل للبيت، وبعدين اكتشف المستأجر أنه صاحب البيت ما انتقل، فبهذه الحالة راح تترتب غرامة مالية قيمتها 25,000 دولار على صاحب البيت، لأنه استخدم هذا العذر، وبالنتيجة اكتشف المستأجر أنه صاحب البيت عرضه للبيع أو عرضه للإيجار مرة ثانية. سبب آخر للإخلاء هو مثلا إذا كان المشتري للبيت يريد ينتقل للبيت، فهذا هو يكون السبب المناسب في هذه الحالة إذا صاحب العقار يريد يبيع البيت. لكن يجب أن يصير اتفاق بينه وبين المستأجر بخصوص الشوينجز، يعني أنه من يجيبون ناس يشوفون البيت، وبخصوص أيضا التعويض اللي دفعه للمستأجر إذا يريد يطلع، لأنه بالفورم النوتس فورم المطلوبة اللي يجب أن يقدمها صاحب البيت للمستأجر يوجد بها شهر تعويض للمستأجر، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة أيضا. فالموضوع يجب أن يكون بالاتفاق بين الطرفين. الآن نجي بخصوص المستأجر. اتصل عليك صاحب البيت وطلب من عندك أن تخلي البيت لأنه يريد يبيع البيت. أول شيء يجب أن تطلب من عنده أن يسوي لك إشعار رسمي بهذا الموضوع. توجد فورم معينة قانونية في البلد، هذه الفورم مكتوب عليها سبب الإخلاء، ومكتوب بها أيضا راح يصير لك شهر تعويض من صاحب السكن إذا يريد يطلعك من البيت. بعد ما تستلم هذه الفورم راح تشوف سبب الإخلاء شنو المكتوب. إذا صاحب البيت يريد يعرض البيت في السوق حتى يبيعه، هذا طبعا من حقه، لأنه حتى لو كان ضمن العقد الأولي اللي أنت بيه وبعدك السنة الأولى ما خلصانة مال الإيجار، استل صاحب البيت من حقه أن يبيع البيت وأنت موجود بيه أيضا، لكن المشتري يجب أن يكمل العقد في هذه الحالة. أما إذا كانت السنة الأولى منتهية وأنت حاليا إيجارك شهري، يعني تدفع شهر بشهره، أبو البيت من حقه أن يبيع في أي وقت، لكن يجب أن ينطي لك 60 يوم نوتس حتى ينتقل المشتري للبيت إلى البيت اللي أنت ساكن به. يجب أن يأخذ يعني صاحب البيت نظر الاعتبار أنه يصير تنسيق بينه وبين المستأجر حتى يسهلون هذه العملية، وصاحب البيت من حقه أن ينطيك 24 hours notice، يعني 24 ساعة إشعار حتى يجيب ناس يرويهم البيت، لأن هذه الفقرة كانت مكتوبة في عقد الإيجار الأصلي من وقعته أنت، أنه صاحب البيت أو الأيجنت مالته من حقهم أن يجون يشوفون البيت وأنت ساكن به إذا ينطولك إشعار 24 ساعة بعد نهاية السنة الأولى. سؤال دائما يوصلني من أصحاب العقارات، أنه أنا أريد أرجع لبيتي وأريد أطلع المستأجر مالتي، هل أدفع له تعويض أو لا؟ الجواب هو نعم، يجب أن يدفع صاحب العقار تعويض للمستأجر حتى لو كان هو يريد ينتقل لبيته. يعني مثلا
انت مأجر البيسمنت عندك بالبيت والمستأجر في البيسمنت ما يريد يطلع من البيت وده يدفع لك إيجار منتظم، لكن انت قررت انه انت تريد تستخدم هذا البيسمنت او ابنك يريد يجي يعيش في البيسمنت، ففي هذه الحالة يجب ان تنطيله للمستأجر اللي عندك في البيسمنت شهر تعويض بالإضافة الى 60 يوم نوتس حتى يطلع من البيسمنت مالتك. نرجع حاليا للموضوع بيع العقار اللي بمستأجر. طبعا بالنسبة للمشتري يجب ان ينتبه لهذه النقطة، اذا العقار في مستأجر يجب ان يخلي فقرة في عقد الشراء انه يستلم البيت فارغ، لانه اذا اجى يوم الاستلام والمستأجر بعده ما طالع من البيت فراح تكون مشكلة كبيرة، يعني صعب جدا على المشتري ان يطلع المستأجر في هذه الحالة. اعزائي اذا عندكم اسئلة بهذا الخصوص، اذا انت صاحب عقار وعندك مستأجر في العقار وتريد تبيع العقار، او اذا انت مستأجر وصاحب العقار يريد يطلعك، يمكن تتصلون بي بصورة مباشرة اساعدكم بهذه الاجراءات. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بألف خير.